السلام عليكم خوتي. انا باغا انا اصلا تقريبا من صغري وانا عايشه في هذه المهنه. انا اصلا تزوجت باش من السعي ما بقاش في السعي ولكن ما ان شاء الله. ودابا انا اللي ما باغاش ولادي يطلعوا بحالي حتى انا يعيشوا مكرفصين معذبين بحالي. باغا انا اللي تساعد معايا باش ندخل ولادي يقراو ويتعلموا ما يبقاوش بحال كان. ماشي مشكل انا نسعى نخدم نضرب تمره ماشي مشكل. اصلا مولفه من التمره من صغري. انا اصلا كنت تنخدم في المارشي تنبيع ونشري في الخضره نبيع ونشري في الديسير نبيع ونشري في الحوت نقي الحوت نمشي نسعه نمشي نخدم في الديور ما تنخلي ما ندير نخدم في قهوه في سربايه نخدم بارمانه. ولكن دابا ولادي هما اللي ما بغاوش يعيشوا بحالي. انا اللي عشت في العدم وفي القاره. بغيتهم يتنقدوا ولكن ما يمشيوش لشي خيريه ولا شي حاجه. بغيتهم يتنقدوا معايا انا. بغيت انا نوصلهم في واحد البلاصه نوصلهم شي حاجه اللي يكونوا مزيانين بها ويعيشوا بخير وما يحسوش بالحرمان ديال شي حاجه. هادشي اللي باغا انا يوم دابا طالعه 28. تنفطر هنايا حيت كنت كاري وما بقيتش قاده عليك. انا ما قديتش نخلص. وواحد البنت صاحبتي هي اللي عطاتني فين نجلس انا ولادي فين تنبات وتنجي تنترزق الله هنايا. وكاينين الناس محسنين والدراري ولاد الحومة تيعاونوني وصافي. هادشي اللي كاين. تيحنوا عليا مساكن حيت هما حاسين تيتعاونوا معايا المهم ما حتى واحد ما تيتصر عليا ولا تيخسر معايا الهضره ولا شي حاجه. الناس كلهم هنا تيحنوا عليا تيجيبوا لي الفطور. هادشي اللي كاين. تنطلب انايا الله يجازيكم بالخير الله يكثر خيركم. انايا تنطلب حاجه وحده هي بغيت ندخل وليداتي يقراو بغيت ندخلهم يتعلموا ما يضيعوش. هادشي اللي باغا ما بغا لا فلوس لا حتى حاجه. بغيت عي ولادي يعيشوا بخير وعلى خير. انا ما تكلفوا بيا ما تعطوني فلوس ما تعطوني حتى حاجه. دخلوا لي عي ولادي المدرسه اي هي حاجه. ما تقولوش لي ولادك غيمشيو للخيريه ولا شي حاجه هذيك ما نقدرش عليها. دخلوا لي عي ولادي المدرسه وتكلفوا لي عي ولادي بالمدرسه. هادشي اللي باغا ما انا ماشي مشكل تنخدم كلشي ولكن هاد الازمه هادي ما قديت ندير حتى شي حاجه. ما قديتش نزدت راسي فيها بولادي. هادشي اللي كاين. لا ما نقدرش حيت عيب بنتي قبل ما تزاد بقى في الكرش. جات عندي واحد السيده قالت لي هذاك التربيه اللي في كرشك تجيبيها لينا وزعما نعطيوك فلوس ونبقاو نعطيك. ولكن ما قديتش حيت لا كنت عن ولادي غادي نولدهم ورميهم لاش غادي نولدهم كاع. وهما عندهم باهم الحمد لله وعندهم هم اللي تخدم عليهم وباهم الله يهديه. تفارقت معاه ما خدامش ما بغاش يخدم. تفارقت معاه اصلا انا تزوجت باش نعيش نحيد من السعايه حيت من صغري وانا في السعايه وما بغيتش نبقى نسعى. ما بغيتش باغا نخدم على راسي باغا نشوف شي حاجه اللي نخدم على راسي فيها ونهز ولادي بها بارك مو بارك كتف مو ماشي بالسعايه بحال هكا نسعى بالناس. هادشي ما بقاش انايا اصلا. انا اي بزز مني تنجي لهاد البلاصه هادي باش نجمع لولادي ما ياكل وصافي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم خويا. هاد السيده هادي راه مده ديال 20 عام تقريبا ولكن عارفها صغيره باقي ما متزوجه ما والو. امها حتى هي مسكينه كتري هما ديما حدايا هنا. انا عزيز عليها هما غير قبل كاع ما فهمتيني كنعرفها باش كنت مارشي ليها. كان عقل هاد البنت هادي صغيره تقريبا تكون عندها شي 8 سنين بحال هكاك 7 سنين. امها راه مؤخرا عاد مشات دير عمليه على القلب. امها فاضر مدانيت راه ربي شاهد عليا. وديما مسكينه كتجلس هنا كتفطر هنا فهمتيني. هي امها فهمتيني اذا كان شي ولاد الناس ولاد يديروا معها شي تعاونوا مع هاد السيده هادي شي كنطلبوا من هاد الناس هادو. والله يدير شي تاويل اخي صراحه هذا الله اخي كتشوف هم واحد اخر كتنسى همك انت حق الله العظيم اخي. جاف الله اخي شكرا اخي الله يرحم الوالدين.
كيبقى فيك خاطرك اصاحبي. لا اله الا الله كيبقى فيك خاطرك. متيني ما جيتي الجهاد دابا غادي تمتيني ما كتشوف هنا كي كنقول لك انت ربي اللي عالم بك وكتشوف واحد اخر كتنسى المشاكل ديالك الله يحسن العون. ولكن هذا الشيء كامل شكون دار وش نقول لك؟ هضره خويا ما بغاش نخش مواضيع على امها صعبة بعد عليا كنشوف السيده امها مسكينه راه مشات دير عمليه وقسم لك امي بالله مؤخرا دابا شحال شاد دابا تقريبا شي سيمانه تقريبا عمليه على القلب غادي دير والله يحسن العون. انا كنشوف واحد اخر اللي مسكين متيني والله نطلبوا لنا شي ناس اللي هما متيني نشوفهم بحال هاد السيده الله يجازيهم. انا حساس انا كنشوف يعني الناس كيتعاونوا مع الحباب وكذا والناس كيخرجوا بلا فطور انا حدايا متيني انا وكذلك هي كنقول خصك شي حاجه حنا راه خوتك حتى راه كبرات حدايا صاحبي راه كنكون مده 20 عام وانا تعرف هاد السيده 20 سنه باش كنت باقي في المارشيل. والله يدير تا نقول لك الله يدير تا الخير الله زعما هاد البلاد العفو اخي وحق الله لا اله الا الله. مسكينه راه ديما هنايا ديما تجي تجلس هنا تتبقى من الصباح حتى الليل هنا ما عرفنا فين تتمشي وقليل المساك اللي كيتساعدوا معاه بحال هاد السيده هو مسكين جايب لها الفطوره هو بحال هاد الناس كلشي تيتعاونوا معاه وكاينين شي ناس عاوتاني تيبقاو فهمتي من داك النوع اللي كيتشفى فهمتي كاين اللي بزاف د الحوايج دابا تنطلبوا حنا من الناس اللي عندهم وداك الشيء تعاونوا معاه مسكينه هي وليداتها انتوما شوفوها هي تعاونوا معاه باش ما كان باش ما قسم الله شوفوا عندها جوج وليدات مسكينه باقا صغار ومقاتله معاهم وهادي وهادي راه حنا راه حنا ولاد الشعب وكنتعاونوا مع بنادم فهمتي حنا راه ولاد الشعب وتنحسوا بها فهمتي حنا هادشي راه بحال تقول دايزين فيه والحمد لله حنا هادشي دابا بغينا هاد السيده مسكينه حتى تنقد ويعط تولي حتى هي بدويرتها في دارها حتى هي ووليداتها حتى هما يقراو ويسخر على ويسخر لها الله باش ما كان. السلام عليكم خوتي خواتاتي جينا حنا بغينا نهضروا على هاد البنت هذا هي مسكينه راه كانت تخدم كانت تدير شحال من حاجه خدمات في المارشي خدمات في الحوش خدمات في الديسير خدمات في الخضره ما لقاتش المساعده اللي تعاونها ما لقاتش اللي عاونها في مساعده واللي عطى راس المال اللي تعاون راسها ووليداتها تعاونهم حتى هما هي ما لقاتش هي تخرج للزنقه تشرد بها هكا مسكين الله يرحم الوالدين حنا تنشوفوا هذا الشيء محسن يديروا معاه شي اجر ويديروا معاه شي حاجه اللي عنده يتعاون مع هاد السيده هاد ملي ما عندوش راه هذاك حاله ملي عنده راه يتعامل معاه راه بحالها بحالنا حنا حسينا بها. هي هنا هذه هي بلاصتها عمرها فطرات في شي بلاصه من هنا ملي وقتها شي هي تجلس هنايا ديما هي تفطر هنا في رمضان كامل تفطروا هنا في الصباح خرج مع 8 تلقاها هنايا خرج مع الليل تلقاها هنايا ديما هذه هي البلاصه ديالها. تساعدوا معاها يشوفوا من حالة راه تبقى فيها راه كلشي تبقى فيها هاد البنت هادي الوليدات الصغار يعني ماشي وليدات ديال الزنقة يشوفوا غير ولادها غير يقراو ولادها يديروا لهم شي مأوى فين يجلسوا راه حشومة راه باقيين صغار ها هما شوف فيهم كيبغاو من كبروا كي غيكبر داك الدري مسكين شنو بغاو يكبر؟ مسي ما يقول لك شي خرج دري شفارك شنو بغيتي انت يكبر الدري هذا واش كيعايش من صغر؟ راه مسي ما غيكبر هكاك ذاك الدري هكاك غيكبر باس لا يكبر شحال من حاجه يقول لك مشرد كون تعاونوا معاه الناس غير المحسنين اللي عنده راه كاين اللي عنده اللي بغى يتعاون معاه راه غيتعاون معاه وراه تقريبا جاي اشي ست سنين دابا ولا سبع سنين مسكينه ديال بلاصه هادي بلاصه تتجي في البرد في الشتاء تتبقى دايره مظل فهاد البلاصه هادي تتبقى دايره مظل هاد السيده هادي تتبقى دايره مظل في هاديك الدصيصه كانت تجلس السماية جا هذا حتى هو بدا تيبني تما هو يضرك داكشي ما عليناش دابا حنا دابا حنا اللي بغينا نوصلوا لكم من هادشي كامل هاد السيده بغينا تنقد مسكينه فهمتي اما هاد الهضره ما فهمتي بغينا تنقد تنشوفوا دابا في رمضان تشوف الناس مساكن شنو تيجيبوا لها تفطر في الزنقه تفطر في الزنقه ديال بلاصه كاينين الناس مساكن تيجيبوا لها فهمتي وراه هادشي اللي كاين.